إخواني لا نستهين في موضوع العين. وهذا يذكرني بالأولين، أبهاتنا وأمهاتنا معاهم حق، دائما كانوا يخافون من العين وخطواتهم جدا سليمة. لا نستهين، نقول إيه ما في شيء، الله إحنا متوكل على الله. لا لا لا، لا نستهين، استعيذوا بالله من العين. فإن العين حق. هذا شيء. أكثر ما تدافنتم به من العين. لا تستهين. الأمراض اللي قاعدة تصيبك وغيرها ترى سببها أحيانا العين. الشيء الثاني أوصي إن لا نعلق كل شيء بالعين. أي شيء يصيب صغيرة كبيرة تقصيرنا. الأمر الأخير ابذل السبب واترك الأمر بيد الله. اكثر السبب. كلنا نخاف من العين ومن السحر ومن العين ومن كلنا نخاف. علينا بس نبذل الأسباب وفوض أمرك إلى الله، تكل على الله بس. كثر من صلاتك ومن تعوذاتك ومن طاعتك لله عز وجل، وشوف البركة وشوف الحفظ من الله سبحانه شلون يحفظك. ولو قدر الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسلح بالأذكار، وفوق هذا انسحر، وفوق هذا انسم، وصوب كذا. ما يحزن الإنسان لأنه بذل السبب. اللي يبذل الأسباب وتصيبه يقول الحمد لله أنا سويت اللي علي، لكن الله قدر والله كتب وشاء سبحانه أن كل شيء تحت مشيئته سبحانه وإرادته، يحكو ما يريد بس. وهذا ما هو الابتلاء، لما أنا أبذل كل سببي الأسباب هذه وقدر الله أني أنسحر لا سمح الله أو عين أو كذا، أقول هذا ابتلاء. عادي يبدأ ندفع على أني أصبر وأحتسب وأبدأ عالج أبذل الأسباب. الله. بس ما أحزن. ليش أحزن؟ ما أحزن لأن بذلت السبب، لكن ما أبذل الأسباب وبعدين أقول يا ريت ويا ريت. لا لا،